بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. عناية علماء الأمة المحمدية بقصية البردة المباركة البوصيرية. من هؤلاء شيخ الإسلام شهاب الدين أحمد ابن عبد العزيز الفتوحي المصري الحنبلي المعروف بابن النجار، المتوفى سنة 949 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو والدي العلامة الشهير محمد بن أحمد بن النجار الفتوحي صاحب الكتب الشهيرة. هنا من ثبت شيخ الإسلام زكريا الأنصاري قال: وسمع على سيدنا ومولانا وشيخنا شيخ مشايخ الإسلام وملك العلماء الأعلام أبي يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري الشافعي أطال الله تعالى بقاءه بقراءة سيدنا مولانا الشيخ الإمام العالم العلامة المحقق المدقق شيخ الإسلام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن الشيخ عز الدين عبد العزيز الفتوحي الحنبلي جميع البردة، نظم الشيخ ونظم الشيخ شرف الدين البوصيري إلى آخر السند. ويعني سيأتي في عناية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري بالبردة من ثبته. ابن الفتوحي هذا ترجمته عاطرة، وهو ممن لقب بشيخ الإسلام.